وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمير. بداية، الرئيس الإيراني يطالب العراق بدفع ما سمت عفوا مساعد الرئيس الإيراني طالب العراق بدفع ما سماها بالتعويضات لإيران بسبب حرب الثمانينيات. كيف تقرؤون هذه المطالبات وتوقيتها في ذكرى الحرب العراقية الإيرانية؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. يبدو أن الإيرانيون قد أفاقوا من نومهم الآن وعلموا بأن المشكلة التي أحاطت بهم منذ مدة هي مشكلة عويصة، فرجعوا إلى دفاترهم القديمة والتي يعني يتذكر العراقيون كيف استطاع جيش العراق الباسل من تجرع الخميني السم. الآن يرجعون إلى الوراء ويعني على قولة العراقي يدورون دفاتر عتق. المشكلة أن الآن إيران في ورطة كبيرة، هناك نية وإرادة دولية وخصوصا إرادة أمريكية وقليل من يعني التسامح الأوروبي، ولكن هذا ليس له أي أهمية. هناك إرادة أمريكية في يعني مقاطعة إيران اقتصاديا والنتائج بدأت تظهر، فلهذا رجعت إيران إلى عملائها في العراق لطلب النجدة. وعندما تطلب النجدة تطلب النجدة لسرقة أموال الشعب العراقي الذي هو شعب يعني اضطر إلى أن يخرج في مظاهرات لأنه شعب مضطهد وشعب كادح. إذن إيران يعني تستعمل نفوذها في العراق للتأثير على الشعب العراقي ولسرقة أموال العراق. أنا في نظري أنها جريمة جديدة بحق الشعب العراقي طيب. قبل النظام الإيراني، لأنها تريد أن يعني أن تسرق أموالا أخرى من العراقيين بعد أن سرقت الأموال والنفط منذ 2003. محاولات الابتزاز هذا التي تقوم بها سلطات إيران تجاه العراق، إلى أي مدى ترون أن لعقوبات أمريكا دور في تلك الابتزازات؟ من الطبيعي أن العقوبات الأمريكية هي عقوبات يعني أكيدة وليس يعني كلام على ورق. الوضع في العراق يعني بدأ يتغير لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني ضاعفت من ثقلها في العراق، ونلاحظ ما يحدث الآن في العراق. ليس هناك حكومة، ليس هناك برلمان عراقي، وهذا هو ناتج يعني طبيعي لما يحدث على الساحة الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين ما يسمى بالجمهورية الإسلامية. إذن يعني المناخ الذي يحدث في العراق هو مناخ يعني قد خرجت منه إيران بعض الشيء، لأنها يعني مرتبطة بمشكلة مع العالم وهي تستعمل نفوذها فقط في العراق للخروج من هذه المشكلة. ولكن المستقبل على ما يبدو يعني سيظهر بأن هناك صراع أمريكي إيراني على الساحة العراقية، تستطيع إيران من خلاله استعمال نفوذها عن طريق علاقاتها الاقتصادية مع النظام العراقي التابع لها. في سياق العقوبات أيضا، كيف تقرؤون انتقاد نائب رئيس البرلمان الإيراني التزام حكومة العبادي بالعقوبات الأمريكية على طهران؟ طبعا، لأن أولا السيد حيدر العبادي هو رئيس الوزراء العراقي الذي له يعني بعض القوة التي يستطيع من خلالها تنفيذ ما تطلبه منه الولايات المتحدة إذا ما أخذ بعين الاعتبار العلاقة السياسية التي تربطه بالغرب وخصوصا بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا في اعتقادي الشخصي بأن السيد العبادي سيحاول عن طريقته الخاصة بتنفيذ ما يطلب منه من قبل الأسرة الدولية ومن قبل الولايات المتحدة، لأن يعني هذا المطلب هو مطلب حيوي بالنسبة إليه وبالنسبة إلى وجوده لمرحلة سياسية قادمة إذا ما يعني علمنا بأن هناك صراع يعني خطير بين القوى الحاكمة في العراق، بين السيد هادي العامري، بين هاني نور المالكي والسيد حيدر العبادي. طيب، وخصوصا يعني ما هو السيناريو، ما هو السيناريو في العراق؟ هل تعتقدون أن حكومة العبادي يمكن أن ترضخ لأطماع إيران
في ظل تظاهرات شعبية تطالب بالإصلاح بالإصلاح الاقتصادي والسياسي؟ أنا في نظري أنه نحن أمام يعني شيئين. الشيئين هما أولا أنه هناك يعني اختلاف في رؤى نفس الأحزاب الحاكمة في العراق. هناك رؤية سياسية يقوم بها السيد حيدر العبادي وبتوجيه أمريكي لي يعني لجعل المناخ السياسي العراقي، مناخ الشعب العراقي، مناخ الشارع العراقي، مناخ هذه. ولكن المشكلة الإيرانية دخلت على الخط وسوف لا تساعد في تقليل أو تخفيف الأزمة العراقية. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأحزاب التابعة لها قلبا وقالبا كالسيد هادي العامري تريد أن تكون يعني في موقع صدارة في الحكم، وهذا ما سيجلب بعض المشاكل للعملية السياسية، وهذا ما سيعطل يعني ترتيبها، على الرغم من بعض الأقوال التي تقول بأن هناك نية في تشكيل حكومة جديدة قادمة. أنا في نظري العراق وصل إلى طريق مسدود، والمشكلة ستصبح مشكلة عويصة. الجميع في العراق يعلم بأن حتى إن مشكلة الانتخابات وإعادة الفرز قد حلت، ولكن مشكلة إيجاد رئيس وزراء قادم هي مشكلة لن تحل في المستقبل القريب. السياسي العراقي السيد أمير المفرجي، كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك.